ومشاهدينا عن هذه الشريحة التي تحتاج رعاية واهتمام مضاعف في المجتمع لغرض دمجهم وتقبلهم وتطويرهم بشكل سليم يسهم ببناء شخصيتهم بشكل صحيح. ويانا اليوم السيدة حلال الحمداني مديرة مركز للتوحد وذوي الاحتياجات الخاصة. يسعد صباح الست حنان. أهلا بك يا حنان. أهلا صباح بيش. الخير حبيباتي عليكم وعلى قناة دجلة ومتابعين قناة دجلة. أهلا بك. شكرا أنس. طبعا ست حنان بالبداية حابين تعرفينا عن نفسك أكثر. اسمي حنان زهير الحمداني من الموصل نينوى، خريجه بكالوريوس تربيه خاصه وماجستير علم النفس، حاليا مرحله بحثيه، مواليد 96 يعني عمري 28 سنه. ما شاء الله حلو ما شاء الله عليك. طيب ست حنان خلينا ندخل بالشيء اللي احنا اليوم قلنا كلش مهم، خاصه للفئه الخاصه المهمه بالمجتمع اللي مرات احنا نشوف ماكو هاي الرعايه لهم. شلون اجت ببالك فكره انه تفتحين هالمركز وتبلشين؟ احكي لنا على الفكرة. الصراحة يعني تخرجت من التربية خاصة البكالوريوس، داومت بعدة مراكز، الصراحة يعني المراكز اللي داومت بيها ما بالمستوى المطلوب للأطفال الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني من ناحية البرامج، من ناحية الاهتمام، من ناحية الوقت للطفل، ففتحت المركز أولا هو اختصاصي، وثانيا جانب إنساني إنه نقول باقي المراكز أسعارهم خيالية يعني كالطفل حق راتب. صحيح. ففتحته أنا دعم للأطفال والعوائل المتعففين فأجوري كلش قليلة. نعم. طيب شنو هي الخدمات اللي تقدميها للأطفال؟ شنو هي البرامج اللي تسوي لهم إياها؟ أول شيء خدمات التشخيص، خدمات التأهيل، خدمات التدريب، خدمات برامج الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، المساندة الاجتماعية. حلو. طيب ست حنان شنو الصعوبات اللي واجهتيها من خلال ما أنه أنت قمتي تفتحين هالمركز؟ يعني أثناء البناء مثلا نقول أو أثناء الطلاب من إجوت، شنو الصعوبات اللي واجهتيها؟ أكيد هو كل مشروع تواجهين صعوبات البداية بس تتجاوزيها، بس أكثر أكيد. صعوبات وليها مستمر بها التعامل مع الأهالي. من يسجلون طفلة يعني شلون عندهم أحباط خوف، معني مع اعتزازي واحترامي لهاي الكلمة اللي تطلق على أطفال إنه أنا راح أجيبه بمركز مال مجانين، هي ما مجانين، هو طفل عنده قدرات عقلية يعني وعنده ذكاء خارق، بس أشنو الأهالي ماخذين هذا المصطلح على المركز. فالصعوبات اللي اواجهها اكثر شيء مع الاهالي الصراحه، او يجيبوا لي هي قبل المدرسه بشهر تعي اهلي، اكيد هو ما تلحق، واضطراب نفسي ما علاج جسد يعني حتى تاهله بشهر، او يجيبوه بوقت متاخر مثل عمره 14 15 16 سنه. نعم. هذا تحسن يكون كلش بطيء. طيب هو المفروض يعني باي عمر يجيبوه ست حنان؟ من السنه وثمان اشهر الطفل يدخل، من يبدي عنده مرحله الادراك يدخل مركز، حتى نعم. نقول لحق للمدرسه. صحيح. لحق. نعم. الطفل للمدرسه فعلا. طيب الاطفال اللي فاتوا خلينا نقول من سنه وست شهور قلتي اللي فاتوا للمركز شهر. واللي فاتوا متاخرين، ايش قد تشوفين النسبه يعني بتطور هذا الطفل ونسبه تطور الطفل اللي اجى بعمر متاخر للمركز؟ والله الفرق 75%. لان هذا الطفل يعني شلون بدا من هو صغير تنمى المهارات، تنمى القدرات عنده، انما يجيبه هو كبير ايش قد ما تتعبين معاه للتحسن نسبه 1-2% ما يجي. ليش؟ لان اصلا حتى يعني بالبيت ماكو متابعه من الاهالي، يجيبوا شبه هو. نعم. طيب سحنان انت عندك مثلا كادر يعني وياك يساعدك؟ لانه دائما نعرف يعني التعامل ويا الاطفال بشكل يعني عام شويه صعب، يعني انه تعلميهم شيء او تخليهم انه هم يعني يقعدون عاقلين حتى يسمعون لكلامك ويسووا، ما بالك انه يعني يكون مثلا طفل عنده توحد يمكن الموضوع يكون شويه اصعب. تواجهين صعوبه بهذا الموضوع يعني خاصه الكادر التدريسي اللي موجود وياك عندهم خلق انه هم يتعاملون ويا الاطفال دائما لازم يمكن يطولون بالهم انا اكثر وياهم؟ اكيد يعني معي اربع مدربات. نعم. فكل صف يعني الاطفال يختلفون، اطفال فرط حركه، اطفال توحد، اطفال صعوبات نطق، اطفال اكاديمي. انتم فارزين الاطفال يعني حسب اكيد يعني الحالة. كل طفل قدراته العقليه يعني نخليه بصف يناسب قدراته العقليه. يعني ما اجيب توحد مع اطفال طبيعيين، يقوم طفل طبيعي يتعلم سلوكيات الرفرفه سلوكيات اخرى من طفل التوحد. نعم. لذلك قسمنا الاطفال حسب قدراتهم العقليه. حلو. احنا اليوم حابين نعرف ست حنان شلون تتعامل ويا الاطفال، شنو التعامل اللي انت شفتي افضل تعامل ممكن الواحد يتعامل بيه ويا هيك اطفال خاصه هاي الشريحه؟ طبعا تعاملي معاهم انا كلش حنونه عكس باقي المراكز ياخذوهم بقسوه. ليش؟ حتى الطفل يخاف يتعدل سلوكه، انا لا، لان هو الطفل اذا ما يحبني ما راح يستفاد. صحيح. ما راح يسمع كلام، ما راح يتدرب اصلا، راح ينفر من شيء اسمه حنان. لذلك يكون لازم شخص يكون حنون معاهم. يعني الكادر وياه شمينا نفس الاسلوب، كل نفس النمط، لان جبتوهم من المراكز اللي داومتوا معاهم، وقسم منه متخرج تربيه خاصه يعني هم عرفهم، جبت نزلتوهم معي يعني
الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. طيب ست حنان، يعني الطفل لما يفوت لهذا المركز، يعني بعد خلينا نقول لما يروح هو للصف الاول ابتدائي يقدر يفوت هنا مدرسه، يعني راح يكون متاهل لهذه المرحله، خاصه اذا هو اجى من الصغر، يعني من السنه قلتي سنه وست شهور، من هذا العمر اذا الام جابت طفلها العمر ست سنوات او سبع سنوات، هو راح يقدر بهذا العمر يروح للمدرسه بشكل طبيعي؟ ما كل الاطفال يطيقون يدخلون مدرسه، يعني اكو واحد، يعني اكو اطفال واحد ينطقون، اكو اطفال واحد ما ينطقون، اكو عندهم نطق بس مزاجين ينطقون بمزاجهم، فما كل الاطفال يدخلون مدرسه، ولكن اكو يعني خلينا نقول امل. إيه. اكو اطفال انا قلت لك اكثر شيء يستوعبهم المدارس اطفال صعوبات النطق، اللي يعاني من اربع خمس حروف انه ما ينطقها، نقول اطفال صعوبات التعلم هم يدخلوا مدرسه، اما باقي يروحون اغلب شيء على المدارس الاهليه. حلو. طيب ست حنان خلي شوي نجي على انت، شلون جاي توفقين بين مجالك بالعمل وبين دراستك للماستر؟ والله صراحه بالبدايه واجهت صعوبات، كان الدكاتره دائما معاي، يعني خاصه دكتوره ذكرى تحياتي لها وتقديري، طبعا هي اختي الكبيره، تقول ست حنان تفاحتيها باليد ما تمسك، بس الحمد لله يعني طلعته بالماجستير الثاني على دفعه جيد جدا عالي، والحمد لله هسه بحثية ومركزي ناجح الحمد لله. طيب ست حنان، الاطفال اللي هم عندهم تشانس ان هم يفوتون للمدارس، هل اكو مثلا المدرسه تسوي لهم تيست معين، او شنو الاشياء اللي خلينا نقول لازم تكون يعني موجوده بالطفل حتى انه يقبلون ان هم ياخذوا، لانه تعرفين يمكن بعض المدارس يمكن حتى للطفل يعني ممكن انه يتنمرون عليه الزملاء، هنا لازم يكون عنده معامله يعني خاصه حتى ما يحس انه اكو فرق بينه وبين باقي الطلاب ايضا. هو اول شيء الطفل من يجي يدخل مدرسه لازم اختبارات ذكاء، مقاييس سمعيه، مقاييس بصريه، حتى مقاييس اطفال توحد، كل طفل حسب حالته، والافضل يعني الاطفال اللي يكونون احتياجات خاصه درجه كبيره انه يكونون بصف خاص، لان هو يعني حتى اللي يلبس مناظر اطفال العاديين يتنمرون عليه. ايش قد تحسين هذا الدمج لما راح يكون اكو يعني لهذول الطلاب بالاطفال اللي خلينا نقول ما عندهم اي مشكله، راح يفيدهم يعني ويحسن، يمكن حتى الواحد يكون ثقته بنفسه، يعني انه يخجل ما يحب يختلط ويا الناس لانه يتنمرون عليه، ايش قد تشوفين هذا الدمج راح يساعده للمستقبل؟ والله هو يفيده اذا يكون اكو متابعه من اللي يمسك الصف، نقول المعلم او المدرس، اذا يمنع سلوكيات الاطفال العاديين ما يتنمرون، الطفل حيل يتحسن ويزيد التوافق النفسي والاجتماعي عنده. نعم. حلو. طيب ست حنان خلينا نجي نعرف شنو هي اساليب التعليم خاصه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، اكو اساليب معينه للتعليم؟ اكيد اساليب النمذجه، اساليب التمثيل، القصص، الحوار، التوجيه اللفظي، التوجيه الحركي، هاي نعم. كل الاساليب اللي تبع مع اطفال الاحتياجات الخاصه، وهم يعني هيك شلون نقول يتقبلون الوضع لو شوية بصعوبة، حسب المعززات وحسب ادراك الطفل حسب هو. نعم جيد. طيب شنو هي النشاطات اللي يحتاجها اطفال التوحد؟ النشاطات الرياضيه حتى تزيد الطفل التعزيز البدني، الموسيقى، البيانو، اكو اطفال يعني صحي متوحد بس ياما اطفال توحد صاروا دكاتره عباقره، فالبيانو نعم. كثير تفيدهم، الرسم، الامور النحت وما نحت، هاي الامور كلها تفيد الاطفال، الموسيقى هم يعني سبحان الله تسوي لهم خلينا نقول برنامج كامل، يعني كل يوميه يداومون بهذا المركز، وكم ساعه يبقون بالمركز؟ انا دوامي ست ساعات من الثمانيه للثنتين، وفعلا برنامج كامل انا انطيهم جميع الاطفال، حتى الاطفال اللي شبه طبيعيين نقول انطيهم برنامج طيب كامل. طيب ممكن تحدثينا خلينا نقول على برنامج يوم واحد يعني بالمركز شلون يكون، مثلا الدرس الاول شنو كم ساعه يبقون به؟ اول من يبدي الدوام تفتيش عام للطفل، اذا اكو جرح او اصابه تصور حتى نبلغ الاهالي بيها. نعم. نبدي برنامج تعديل السلوك اللي يقعد الطفل يتكتف حتى ما يعمل سلوكيات، حتى اشلون نقول شويه يتزن. بعدين نبدي مهارات ما قبل الاكاديمي او مهارات التآزر حسي حركي. نعم. نعلمه الشغل على الحواس، يعني يدرك حواسه، لان هو طفل ما عنده، ما يعني اشلون نقول انت دبلجين حاله حال حاسبه. بعدين مهارات ادراكيه معرفيه نشرح له ونعلمه على الصور، على الكارتات، يعني نشرح له ونوضح له هاي الامور اشنو. الهرق التركي هو ما عنده ادراك، يعني طفل انت جيبين تعبين المعلومات عنده. صحيح. حسب الطفل، يعني اطفال نطق ياخذون اللي عندهم صعوبات نطق. ما قبل الاكاديمي، اطفال الاكاديمي القراءه والكتابه. نعم. حلو. طيب ست حنان، اليوم احنا مثل ما نعرف هاي المراكز صارت بالفتره الاخيره، يعني قبل ما كان اكو. صح. حتى الاهالي ما كانوا يتقبلون انه فكره لا اني اودي طفلي للمركز، هسه الناس شو تقول عليه؟ هم يفكرون بالناس. بلي. يعني بلي. اليوم نسبه التقبل للاهل حتى يجيبون اطفالهم للمراكز، شلون تشوفين النسبه؟ احسن من قبل، الصراحه احسن من قبل، بس البعض منهم هم عندهم هذا التفكير مال ما اودينه كذا مركز على مود بينه هاي الفئات. رغم انه هو ابن احتياجات خاصه يعني نفس الفئات، بس هي تفكير نودوهم روضات وبلا يعني استفاده،
تجيبوا ست حنان وديتونه روضه 7 8 اشهر ما استفاد، ليش؟ قلت له ما هي روضه تاهيل المدرسه ما تاهيل الطفل حتى يندمج مع اطفال طبيعيين الاسوياء. ف يعني اختلافات الثقافه اكيد فعلا هاي. يعني انا برايي انا دائما ناخذ هيك مواضيع كلش مهمه من المحافظات ومن الاماكن، دائما اشوف انه هاي الدورات وهاي التوعيه تكون حتى ننشر الوعي لكل المجتمع حتى يعرفون ويكونون على ادراك انه هذا الشيء كلش مهم. طبعا اللي انت همينه بدها تسويه كلش مهم بدها تقدميه للاطفال. شكرا لك ولتواجدك. شكرا لك، نورتينا. سمون وممنوني منكم. اهلا بك.